أهلا بكم من جديد. قدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رسميا الفرنسي هيرفي رونار كناخب جديد للمنتخب الوطني لكرة القدم خلفا للمدرب بادو زاكي الذي تمت إقالته يوم الأربعاء الماضي. ومن المرتقب أن يتقاضى رونار راتبا شهريا بقيمة 600 ألف درهم على أن يرتفع هذا الرقم إلى 700 ألف درهم في حال التأهل لنهائيات كأس العالم روسيا 2018. ومتابعة للموضوع انضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من الرباط مفادنا نوفل العواملي. نوفل أهلا بك. الخير نيلا. أهلا نوفل. نوفل، ما هي ردود الفعل لدى الأوساط الرياضية حول تعيين هارفي رونار نائبا وطنيا خلفا لبادو زاكي؟ نعم، ربما شاهدنا مجموعة ليس هام بها من وسائل الإعلام التي كانت حاضرة لتغطية حفل تقديم هيرفي رونار كمدرب للمنتخب الوطني خلفا لبادو زاكي. صحيح اقتصرت الأسئلة على 4 أسئلة نظرا لأن الندوة الصحفية أيضا أقيمت على عجل، لم يبلغ إلا مساء أمس، ولكن بإجابات هيرفي رونار أيضا بتفاعل الصحفيين مع إجاباته بصباح الخير باللغة العربية وهي كتحية كانت للزملاء الصحفيين أو حتى الأعضاء الجامعيين، هناك نوعا ما تفاؤل من طرف الفاعلين في الجسد الكروي أولا والذين استقينا آراءهم، سواء تعلق الأمر برئيس الجامعة حين تحدث عن هيرفي رونار كشخصية مرموقة في عالم التدريب وأيضا له عدد من الإنجازات التي لا يستهان بها كظفر بكأسين إفريقيتين مع فيلة الكوت ديفوار وأيضا مع المنتخب الزامبي وهو رقم خاص لهذا المدرب، بغض النظر عن فشله أكيد مع الأندية التي دربها في فرنسا سواء تعلق الأمر بليل أو حتى بسوشو، ولكن هيرفي رونار لقي ترحيبا كبيرا جدا من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. تحدثنا مع الجميع هناك، قال بأنه لديه مشروع عمل مع المنتخب المغربي ولديه أيضا صلاحيات موسعة حيث سيشرف بناء على العقد الموقع مع الجامعة على المنتخب الأول، نعم، بمساعدة من مصطفى حجي كمساعد وأيضا كريستيان بويل وهو مساعده الخاص الذي عمل معه في عدد من المنتخبات الأفريقية، ويحبذ رونار العمل معه دائما وأبدا ويستشيره في كل صغيرة وكبيرة، ومصطفى حجي ربما يتكفل بتعاون مع رونار بالنظر إلى معرفته الكبيرة وعلاقته الجيدة مع عدد كبير من اللاعبين المحترفين في القارة العجوز، وبالتالي هناك تفاؤل، ولكن قد نقول بأنه تفاؤل حذر حتى من طرف هيرفي رونار الذي لم يقدم وعودا على عكس المدربين الذين كانوا يأتون للمنتخب المغربي سواء تعلق الأمر بإريك جيرت أو حتى بادو زاكي المقال الذي قال بأنه يطمح للظفر بكأس الأمم الأفريقية 2015 التي لم تلعب بالمغرب للأسف ولم يشارك بها المنتخب المغربي كامتحان أول، ولكن الرجل لم يفرط في التفاؤل، لم يعطي الوعود الكثيرة للجمهور المغربي، ولكنه في الوقت نفسه طالب الجميع بأن يعمل كفريق واحد لأنه قال بأنه بحاجة إلى الجماهير المغربية، بحاجة للجامعة الملكية المغربية، بحاجة أيضا للأطر الوطنية لمساعدته في عمله، وبحاجة لوسائل الإعلام لكي تساعده على القيام بالمهام الجسام المنوطة به. طيب. وأكد بأنه سيعمل على إعادة الهيبة للمنتخب المغربي ابتداء من تصفيات كأس الأمم الأفريقية وتحقيق التأهل وصولا لتصفيات أكيد مونديال روسيا وتحقيق التأهل. طيب نوفل، كيف استقبل اللاعبون الدوليون تعيين رونار على رأس المنتخب الوطني؟ يعني بصراحة لحد الساعة لم نعرف ردة الفعل لكثير من اللاعبين داخل المنتخب الوطني، ولكن هناك بعض اللاعبين المغضوب عليهم من طرف بادو زاكي كالكوثري كعادل فعراب كيونس بلهند على سبيل المثال للحصر، كلهم عبروا عن فرحتهم بتعيين هيرفي رونار كونهم يعلمون بأن تكوين هذا المدرب هو مدرب فرانكفوني، يعني قبل كل شيء مدرب فرنسي، يعني يتحدثون لغة واحدة، وسبق له أن درب في الدوري الفرنسي بمعنى آخر أي أنهم لعبوا معه أو ضده. هناك أيضا سفيان بوفال اللاعب الذي رفض حمل القميص الوطني مع بادو زاكي، قيل بأن هيرفي رونار اتصل به وأكد بأنه قد يلعب مع هيرفي رونار تحت إشرافه، قد يلعب للمنتخب الوطني، وبالتالي اليوم بدأ اتصالات أكبر مكثفة مع اللاعبين لاعبي المنتخب الوطني، خاصة ربما قد نقول لائحة 30 لاعب التي كانت تشارك في معسكرات بادو زاكي، لأن العمل كما قال لي يوسف روسي وهو أحد أعضاء اللجنة التي اختارت المدرب أو حتى نور الدين البوشحاتي مدير المنتخبات الوطنية قال بأنه سيبدأ عمله من اليوم وبأن لديه أجندة مطولة ربما، وخاصة حتى الندوة الصحفية لم يطل المقام بالنسبة لهيرفي رونار أو حتى لرئيس الجامعة في الندوة على عكس ندوة بادو زاكي التي امتدت لساعات، ولكن اليوم كانت ندوة مختصرة لكي يقوم الرجل بعمله لأن مباراة الرأس الأخضر تبقى عليها أقل من شهر، وبالتالي من الصعب بمكان أن يتم التحضير لمثل هذه المباراة، ونحن نعلم بأن في أواخر شهر مارس سيكون معسكر إعدادي للمنتخب الوطني، فوجب على هيرفي رونار وضع اللائحة وبالتالي يتشاور مع الطاقم المساعد
خاصة وأؤكد عليها مصطفى حجي الذي رافق الزاكي منذ تعيينه على رأس المنتخب الوطني وهو أدرى بالعناصر الوطنية ومتابع لها، ولكن على يقين كما قال رونار قال بأنه يعرف عدد من اللاعبين والذين لا يعرفهم وارتدوا القميص الوطني لديه عدد من التسجيلات الخاصة بهم، فبالتالي سيتعرف عليهم من خلال التسجيلات. نعم. هناك طاقم كبير جدا، هذا الأكيد، من طرف الجامعة الملكية المغربية ومن عدد من التقنيين يحيطون الآن بهيرفي رونار، يعملون معه يدا بيد على الأقل للخروج بأقل الأضرار من مباراة الرأس الأخضر والظفر بثلاث نقاط هناك أو حتى على أرض الوطن في مباراة الإياب في 29 من شهر مارس، ومن ثم سيقوم الرجل بالعمل والتفكير باستراتيجية طويلة الأمد تعيد الهيبة للكرة المغربية كما وعد بذلك، ولكنه لم يعد بتحقيق الألقاب، فقط قال بأنها المغرب أمة كروية ويشرفه العمل كمدرب للمنتخب المغربي، الأمنية التي لطالما تمناها، حيث قال رونار في تصريح صحفي قال بأنني إن طلبت لإدارة المنتخب المغربي فإنني سأأتي زحفا وليس حتى مشيا على الأقدام، وبالتالي هذه المقولة تؤكد رغبة الرجل في تولي مقاليد المنتخب الوطني المغربي، ولديه من الخبرة والزاد الكافيين لكي يتمكن من النجاح مع المنتخب المغربي في إعادة البهجة أيضا والسرور للجمهور المغربي المتعطش كثيرا والذي تفاءل خيرا ربما نوفل العوام. موفدنا إلى الرباط، شكرا جزيلا لك لهذه التوضيحات.